وتطوير الرياضة النسوية. مرحبا بكم في هذا اليوم، يوم إن شاء الله رمضان المبارك. الجمعية رمضان، ونحن نعلم جيدا أنه في هذا أن توجه نداء للرجل الأخ. هذه تظاهرة صبيحة اليوم وعشية عند العنصر النسوي. إذن أرحب بكل الولايات. إذن نتمنى لكم حظ موفق. فقط اليوم نظمنا هذه التظاهرة أو يوم التحسيسي للحد من حوادث المرور، خاصة مع شهر رمضان الكريم. يعني المرأة الجزائرية وبسيارتها من خلال هذا السباق الجيمكانا، كل سنة تنظم الجمعية الوطنية لتكون الكلمة من طرف العنصر النسوي اللي هي الأم الأخت والبنت إلى الأخ والزوج والابن والأب. رجل في شهر رمضان تكون السرعة كبيرة في السياقة ويكونوا فيه حوادث خطيرة. احنا حبينا يعني كما تعودنا كل سنة نوجه هذا النداء، ونتمنى إن شاء الله يكون رمضان بدون حوادث مرور. التظاهرة هذه كل عام نجول هنا للعاصمة، دونك الجيمكانا هذا الهدف تاعو هي بوكو بلوس تحسيسية بارابور لشهر رمضان، بوغ ايفيتي لي زاكسيدون، اي سويتي رمضان كريم لجميع الأمة الإسلامية. اليوم راني فرحانه باسكو سي ما 3ème بارتيسيپاسيون اي جي يو لا بروميير بلاس.